هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل. النهارده ان شاء الله في الفيديو ده هستعرض معاكم كتاب المعاصر سنه اولى اعدادي الترم الاول سنه 2022 منهج نيو هلو. ان شاء الله هيبقى الشرح على القناه من خلال كتاب المعاصر، علشان تدريباته بصراحه كتيره جدا جدا، واهم حاجه في اللغه هي التدريبات الكتيره وحسن تنسيق الاسئله علشان تخدم منهجك صح. تعالوا نشوف كده مع بعض محتويات كتاب المعاصر ايه. كتاب المعاصر الكتاب الكبير، وكمان كراسة ماستر يور تيرم، وكراسة اويك از انف. تعالوا نشوف اول حاجة محتويات الكتاب الكبير ايه. اول حاجة محتويات الكتاب، هنفتح الكتاب مع بعض كده، هنلاقي هنا بيعرفك تطبيق الكيو ار اللي هو تقدر من خلاله ان انت هتحمله وتحل منه امتحانات الكترونية وتصححها لنفسك. كمان بقى بيبدأ يديلك مواصفات الورقة الامتحانية، هيجيلك الامتحان ازاي، هتعرف منها كل سؤال عليه كام درجة. هيبدأ بعد كده يديلك الفهرس، هيعرفك انت عندك كام يونت. انتوا عندكوا 6 يونت السنة دي، 6 وحدات. هتشوف بقى مراجعة كده صغيرة على هو بيقولك اصناف او اقسام الكلام ايه، زي في العربي كده كل الكلام مكون من ايه، اسم فعل ضمير صفة حال، بيعرفك اسماء الكلام ايه. بيديلك كده ريفيجن سريع على الامتحان كده سريع على الانجليزي على سنة 6. كمان بعد كده بقى بيديلك الوحدة. تعالوا ناخد بقى يونت 1 كمثال، وكل اليونتس التانية هتبقى بنفس الطريقة. يونت 1 بيديلك التايتل بتاع العنوان الوحدة كده، وصورة كده يعني بتعبر عن الفكرة اليونت. طبعا كل يونت في اولى اعدادي متقسم ل 6 ليسنز، كل 2 ليسنز بيعرضهم مع بعض. يعني في كتاب المعاصر هنلاقي ليسنز 1 اند 2. في القناه هنا مقسمها لكم ان ليسنز 1 اند 2 كل درسين مقسمها لكم فيديو للكلمات والفوكابلري وحل اسئلته، والجزء الثاني من الفيديو على جزء اللانجويج والجرامر. بصوا كده بيبدا هنا بقى بيعرض لك الكلمات، وكمان كلمات ليسن 1 كلمات ليسن 2، واهم تصريفات الافعال. كل درس هتلاقي فيه تصريفات افعال كتيره، وبعد كده كمان مديلك الكلمه وعكسها، ومديلك الديفينيشنز. الديفينيشنز ده تعريف الكلمه، بيعرفك الكلمه، بيديلك يعني معنى اشمل للكلمه بحيث انه ينفعك في سؤال تشوز. كمان بصوا هنا كل ده ديفينيشنز. كمان الكلوكيشنز اللي هي المتلازمات، ان لازم الكلمه دي يجي معاها الفعل ده، كل ده هنشوفه اثناء الشرح. كمان مهتمه قوي ان بعرض جزء الريدنج والجزء الليسننج، مهم قوي قوي يا اولاد على فكره. ما ينفعش انت تعدي تقول ان انا احفظ كلمات واحل على طول واسيب جزء الريدنج وجزء الليسننج، مهم جدا علشان تنمي كمان مهارتك كلغه اول حاجه، وكمان هيفيدك في حل الاسئله، هتبقى فاهم الدرس مش حل كده وخلاص. كمان بيديلك بص هنا نوتس مهمه قوي، جنرال نوتس كده، ممكن كلمه يبقى ليها معنيين، ممكن كلمتين يبقى ليهم نفس المعنى، فده بيختلف من سياق الجمله نفسها. بعد كده بقى بيبدا يديلك important expressions and prepositions، يعني اهم العبارات واهم حروف الجر اللي تيجي مع الكلمه، يعني الكلمه دي ما ينفعش يجي معاها الا حرف الجر ده، وبيبقى المعنى مختلف. بصوا بعد كده بيديلك exercises على الكلمات دي. بعد كده بيديلك بقى جزء اللانجوج، جزء الجرامر اللي هو هيبقى جزء تاني من فيديوهاتنا، جزء فوكابلري وجزء جرامر، علشان يبقى التركيز صح فيه ونبقى لمين بكل الاسئله اللي عليه. بصوا كده بيعرض لك الرولز، بيعرض لك القواعد، وبعدين بيديلك الاسئله عليها. بعد كده بقى بيديلك جزء كده اللي هو سكيلز كورنر، ركن المهارات، بيعرفك ازاي بقى تعرف تقرا، تعرف صوت الحروف ازاي، هنتعلم نعرف نتعلم نربط بين صوت الحرف بالانجليزي وصوت الحرف بالعربي عشان نعرف نسمع كويس، عشان لو عرفنا نسمع كويس هنعرف نقرا صح، وهنعرف كمان نكتب صح. هيعرفك ازاي تكون جمله، هي الجمله دي بتتبني من ايه، فاعل وفعل، هيعرفك تعمل ايه. بعد كده هيديلك جنرال اكسرسايزز بقى على ليسنز 1 اند 2 الفوكابلري مع اللانجويج، وبعد كده ليسن 3 اند 4 هيمشي بنفس طريقه ليسن 1 و 2، وبعد كده هيبقى ليسنز 5 و 6 مع بعض. بعد ما بيخلص الست اجزاء من الدروس بيبدا بقى يعرفك هنا، بصوا اهو نفس السكيلز كورنر دي، بيبدا يديلك اهو الورقة دي عبارة عن تقييم ذاتي لنفسك. يعني ايه؟ ان انت هنا بيديلك كالرز كده،
بصوا عبارة عن اللون الأزرق دوت اللي هو ممتاز جدا، الجرين، اليلو، الريد أقل حاجة. بتشوف كده اقرا الكلمات دي، هيقولك انت عرفت تقراها. لو في كلمة معرفتش تقراها، لا ارجع وعيد تاني، ادي لنفسك تقييم، قيم نفسك، يعني اعمل لنفسك لون هنا، قيم نفسك انت جيد، ممتاز، ضعيف كده. بعد كده بيدي لك ريفيو كامل على يونت 1 بكل الليسنز بتاعته. بعد كده جزء الرايتنج، مهارة الكتابة، بيعلمك ازاي تكتب، هو بيأهلك ازاي تعرف تكتب باراجراف بكل سهولة، بيعرفك ازاي تبني جملة، تمام؟ طيب تعالوا كده. بعد كده هنا بيبدأ بقى يديني جزء كده برضو امتحان، وكمان بيبدأ يدي لك امتحانين على يونت 1 جنرال كده، امتحانات بنفس مواصفات الورقة الامتحانية. اول سؤال بيكون listening your teacher، بيدخل وبيقول لك الجملة وانت بتختار، بيقول سؤال وبيقول الانسر بتاعه، وانت بتسمع كويس قوي وبتقول نفس، بتحط دايرة على نفس اللي قاله. بعد كده السؤال رقم 2 بيكون عبارة عن ديالوج، مهم قوي قوي تعرف تحل الديالوج ازاي، وتعرف هو بيدور على فكرة ايه، وتعرف تحله وايه الفكرة اللي بيدور عليها. بعد كده سؤال الريدنج الباسج، نتعلم نقراها كويس قوي قوي مع بعض ونحل اسئلتها. وبعد كده سؤال تشوز الاختياري، اللي هو بيكون عبارة عن الفوكابلري والجرامر في نفس الوقت اهو. وبعد كده سؤال read and correct the underlined words، هتقرا وهتصحح الكلمات اللي بين الاقواس تبعا لقواعد الجرامر. وبعد كده الورقه الامتحانيه دي خاصه بطلبه الازهر، منهج نيو هالو هو يعني الازهر هو نفس منهج الحكومي، اللي بيختلف بس يا اولاد مواصفات الورقه الامتحانيه. فهو هنا جايب لك مواصفات ورقه الامتحان ازاي، تمام؟ بصوا بيفضل يمشي طبعا كل اليونتس بنفس الطريقة. بعد 3 يونتس بيبدأ يديلك امتحان على يونت 1 و 2 و 3 بصوا، وبعد برضو يونت 6 بيبدأ يديلك على يونت 4 و 5 و 6 بعد كده بقى بصوا هنا اهو بيبدأ يديلك امتحان على يونت 4 و 5 و 6 وبعد كده بيبدأ بقى يديلك ميني تيست، امتحان صغير كده على يونت 1 على يونت 2 على يونت 3 لغاية يونت 6. بعد كده بيقول لك هنا اهو end of time term practice، ان انت ازاي هتمارس منهجك، ان انت برضو اسئلة امتحانات، اهم حاجة الامتحانات الكتيرة دي، الاسئلة الكتيرة دي هتدربك، هتثبت عندك المعلومة كويس قوي، هتثبت عندك الشرح اللي انت سمعته، خلاص انت كده بتطبق عليه. بعد كده ده حل الأسئلة الليسننج كمان هنا في يونت 1 و 2 مديلك يعني زي ديكشنيري كده. كمان بصوا في الجزئية دي مديلك أهم نماذج الباراجرافز المجاب عنها في الأسئلة اللي انت أخدتها الأول. تعالوا بقى نروح لجزء اللي هنا الكراسة التانية اللي هو A week is enough، يعني بيقولك أسبوع كفاية إن انت تراجع فيه منهجك، منهج الترم الأول. بيتكون من إيه الكراسة دي؟ بصوا كده جايب لك في اليوم الاول ان انت تعمل ايه في داي 1، ان انت سؤال الليسننج هتتدرب عليه. بصوا كده اهو سؤال الليسننج هتتدرب عليه ازاي، وهتتدرب كمان كل ده متعلق بيونت 1 وكل، وهتتدرب على سؤال اللانجوج ازاي تحل الديالوج، مديلك الاسئله والانسرز المحتمله ليها، يعني سؤال ايه الاجابه المحتمله ليها انت تقدر تجاوب بده، تمام؟ كمان مديلك بعد كده ازاي تكمل الديالوج. وكمان بصوا على كل يونت بقى هيمشي بنفس الطريقة لحد يونت 6. بعد كده هيبدأ يديلك قطعة الفهم، يعني هو بيتناول سؤال سؤال وبيركز لك عليه في كل اليونت. بصوا ده سؤال الباسج. بعد كده في اليوم التاني في اليوم التالت بيقول لك ان انت هتذاكر لكل يونت الكلمات بتاعته، اهو مديلك الكلمات، جزئية الكلمات عليها اكسرسايز. بعد ما خلص جزئية الكلمات وادالك عليها الاكسرسايز هيمشي كده يونت يونت لحد يونت 6، هيبدأ يديلك جزئية اللانجوج الجرامر، وهيديلك الاكسرسايز عليها برضو لحد يونت 6. بعد كده ازاي تكتب باراجراف، مديلك امثلة لعناوين باراجرافز وانت امثلة عليها هتعرف تكتبها ازاي، هنشرح مع بعض ازاي الباراجراف وهنترجمه وهنعرف معناه وازاي يتكون ويبقى باراجراف مترابط الافكار ازاي. بعد كده بقى في اليوم الرابع بيقولك دي امتحانات مجمعة من كتاب المدرسة ومن كتاب الورك بوك، الأسئلة كلها اللي على يونت 1 و 2 و 3 و 4 و 6. بعد كده بيديلك برضو من كتاب المدرسة وكتاب الورك بوك بس على الستراكشر بقى على الجرامر.
بعد كده بيديلك اهو بصوا خلص كده، بيبدا بقى يجيب لك في الايام الخامس والسادس والسابع ده امتحانات مختلفه قوي عن الوحدات كلها. يعني هيبدا بقى بكل 2 يونتس كده، يونت 1 و2، يونت 3 و4، يونت 5 و6، هيبدا كده يديلك. بعد كده هيجي يجمع لك كل 3 يونتس 1 و2 و3 مع بعض، 4 و5 و6 مع بعض. وبعد كده بقى هيجيب لك محافظات، محافظات مختلفه، امتحانات لمحافظات مختلفه. بصوا 11 نموذج امتحان محافظات مختلفة، هنحل كل ده ان شاء الله مع بعض على القناة هنا ان شاء الله. بعد كده الجزء الثالث، الكراسة الثالثة اللي هي الكراسة الماستر يور تيرم. ماستر يور تيرم، بصوا يا ولاد، هي ماستر اصلا معناها اتقن، درب نفسك، طور نفسك. ماستر يور تيرم، اتقن منهجك. ازاي هتتقن منهجك؟ الكراسه دي على فكره هي اللي هديكم منها الهوم ورك على الدروس في الفيديوهات، وانا بشرح بعد ما اشرح هناخد منها الهوم ورك. وفي كل بعد كل يونت اما هعمل حلقه الريفيجن ان شاء الله هحل معاكم الهوم ورك اللي احنا اخدناه وكل التدريبات اللي على اليونت. هنبدا كده، هي بتتقسم لقسمين. اول حاجه بصوا كده، هو بيقول لك اتقن منهجك ازاي، جايب لك برضو على يونت 1 و 2، على يونت 1 كل درسين ليسنز 1 اند 2 جزء الكلمات واكسرسايز عليه، نوعين من الاكسرسايزز عليها. بصوا نوعين من التدريبات عليها، اكمل وتشوز. برضو جزء اللانجوج واسئله عليها، جزء ليسنز 3 و 4 كده و 5 و 6 كده، كل اليونتس ماشيه بالطريقه دي. بصوا لحد يونت 6 في كل حلقه هديكوا الهوم ورك من الكتاب ده. بعد كده هيديك بقى ايه، ميني تيست على كل يونت، امتحان مصغر كده على كل يونت، امتحان عليه كل يونت، امتحان عليه. بعد كده هيجمع لك بقى على 1 و 2 و 3 و 4، وبعد كده على 1 و 2 و 3 و 4 و 5، بعد كده من فروم 1 لحد 6. بعد كده مقسم لك كل 3 يونتس امتحانات مع بعض. هنا بقى الجزء الثاني، جزء الريدنج والسبيكنج سكيلز، جزء مهارات التحدث ومهارات القرايه. هيعرفك ازاي تسمع وتقرا كويس جدا، علشان تقرا لازم تسمع كويس. خلاص هنتدرب ان شاء الله على الجزئيه دي كويس قوي. هيديلك بقى باسجز كتيره قوي، قطع كتيره، وهيعرفك ازاي تحلها. مديلك اول نموذج اهو شارح لك فيه ازاي تحلها، وبعد كده بقى اكسرسايزز كتيرة عليها هيخليك تتدرب على حلها. تمام يا ولاد؟ بصوا في الاخر خالص، دي اجابات برضو لبعض الامتحانات علشان تتأكد من اجابتك. وجايب لك هنا برضو بصوا في جزء السبيكينج الديالوج نوتس كده على الديالوج، ارشادات كده لحل الديالوج تحله ازاي. دي كانت مكونات كتاب سنة اولى اعدادي. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، واتمنى كمان تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لعدد كتير من الطلبة، لان ان شاء الله شرح الفيديوهات هيكونوا من الكتاب ده علشان يقدروا يتابعوني عليه ويستفيدوا بيه. باي باي.